السلام عليكم، عندنا اليوم مراجعة الفصل الأول والثاني. أنا تكلمت عن الفصل الأول والثاني في المحاضرات السابقة وتكلمنا عنهم بالتفصيل وشرحناهن، بس أكو شغلات يعني غابتنا، يعني جوز تغيب عنا شغلات، أشياء تكون بعض الأحيان ما واضحة في الفيديوهات القادمة. والآن اليوم إن شاء الله راح نعيد شرح الفصل الأول والثاني بطريقة أفضل بعد، وترتيب أفضل، وشرح أوضح بعون الله تعالى. للي ما يدري واللي ما قايل واللي ما ملاحظ هذا الشيء، أرجع أقول أهم نقطة ونقطة البداية بفهم الصوت هو الرسم. والله لا تحفظ التعاريف، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا تحفظ الأصوات، ولا تفهم نطق الأصوات إذا ما تحفظ الرسم، لأن الرسم جدا جدا مهم. فالرسم جدا جدا مهم. زين، خلي نشرح لكم الرسم، وأنا شارحه قبل وأرجع أشرحه مرة ثانية لأنه جدا مهم. طبعا هذا الرسم هو بالكتاب، موجود بالكتاب نصا، أنا ما أخذه من الكتاب، يعني ما مسوي شيء جديد، بس مجرد إن شاء الله راح أعيد لكم إياه وراح أوضح لكم إياه، وضفت عليه كم شغلة. تبوا علي تشوفون هذا النيزل كافيتي، النيزل كافيتي هذا يسمونه تجويف الانف، هذا هو تجويف الانف، واضح؟ هذا تجويف الانف. هنا عندنا هذا البالت، هذا شنو هو البالت؟ هذا سقف الحلق، هذه اي منا اي لهنا كلها اسمها سقف الحلق، واضح؟ سقف الحلق. زين، هذا شنو هو؟ هذا الشفاه، الشفاه قلنا ابر لبس، الشفاه العلويه، الداون لبس او اللور لبس، الشفاه السفليه. زين، التيث ايضا قلنا اكو اسنان علويه ابر تيث وداون تيث او لور تيث، يعني اسنان العليا والاسنان السفلى، قلنا اكو اثنين، اكو اسنان عليا ابر اب اعلى، ولور لور تيث اسنان عليا سفلى، والشفاه قلنا شفاه علويه وشفاه سفليه. هذين تحتاجن بالاصوات، بعدين راح اشرح لك، اقول لك هذا الصوت ننطقه عندما يلامس مقدمه اللسان الشفاه العليا، اذا انت ما تعرف شنو الشفاه العليا شرح تفهم الصوت ما راح تفهمه. زين، وياي هسه قلنا نيزل كافيتي، الشفاه علويه وسفليه، الاسنان علويه وسفليه، هذه المنطقه ركز يمي، مو من الاربعه، اي منا اي منا اي لهنا، هذه المنطقه اسمها وياي المنطقة اسمها سقف الحلق البالت. البالت هذه البالت تقسم إلى مناطق، منطقة أولى إيه هذا وين هي؟ هذه المنطقة الأولى، هذه المنطقة الأولى اسمها الألفر بريدج، اسمها الألفر بريدج، واضح؟ اسمها الألفر بريدج، خوش حكي. هذا أول منطقة اسمها ألفر، هاي رقم واحد هنا وهذا هنا رقم واحد. زين، رقم اثنين هذه المثاني منطقة، هذه المنطقة الأولى اسمها سقف الحلق، عفوا الألفر ويج، هذه احفظها حفظ، عوف الترجمة ما لك علاقة بالترجمة. المنطقة الثانية، المنطقة الثانية هذه رقم اثنين، هذه وين؟ هنا اسمها الهارت بالت، الهارت بالت، هذه ثاني منطقة اسمها الهارت بالت. المنطقة الثالثة هذه هنا، المنطقة الثالثة اسمها السوفت بالت أو الفوليوم، وياي سوفت بالت أو الفوليوم، واضح؟ ذني جدا جدا مهمات لازم تعرف اماكنهن. زين، هسه وياي منطقة البالت، ايش كم منطقة بيها؟ هذا المنطقة ايش كم بالت بيها؟ يعني هذا البالت ايش كم جزء تتكون؟ ايش كم جزء بيها؟ بيها ثلاثة اجزاء، الاولى والثانية والثالثة. رقم واحد قلنا علي الالفرج، ورقم الثاني هارد بالت، هذا هنا الهارد بالت، وهذا السوفت بالت. عندنا ايه هنا، هذه اخر شيء هنا رقم اربعة، هذا شوفها هنا حيل، هذا وين هنا؟ هذه اسمها اليوفيالا، هذا شو اسمها؟ اليوفيالا، واضح؟ اسمها اليوفيالا. زين، ايش عندنا بعد؟ هو سوي هذا زين، اذا يجيك سؤال يقول لك عرف لي البلط، عرف لي البلط، وعرف لي عرف لي البلط والمناطق مالته مع الرسم. الرسم ترسم ايه هذه؟ ايه منها تقدر ترسم هذا الرسم كليته وتحدد له، هذه مناطقه، هاي رقم واحد، هاي رقم اثنين، هاي رقم ثلاثه، هاي رقم اربعه، تكتب رقم واحد الالفر ريدج، هذا
تحكي نتلزم مثل ما هو. وها وهنا هذا قلنا اليوفيلا هذه مو من ضمن المناطق، بس هي تكون متصله بالبهارات، تكون متصله هنا بهذه المنطقه السوفت بلت. هذا قلنا السوفت بلت، هارد بلت افريج وياي زين. راح نجي على هذه هنا، هذا اللسان طبعا انا مقسمه، اللسان مقسمه. اول منطقه اي هنا، هذه هنا المقدمه اسمها تيب اوف ذا تانج رقم 5. شوف هذا وين تيب اوف ذا تانج، هذا رقم 5 تيب اوف ذا تانج. رقم 6 اي هذا وينها بعد هذه المنطقه اسمها شنو؟ اسمها البليد، بليد اوف ذا تانج، بليد اوف ذا تانج زين. رقم 7 هذه رقم 7 اسمها منطقه البليد، بليد اوف ذا تانج. العفو رقم 6 قلنا بليد اوف ذا تانج، رقم 7 فرونت اوف ذا تانج. رقم 7 هذه وين هي؟ رقم 7 فرونت اوف ذا تانج، سوري فرونت اوف ذا تانج رقم 7. ورقم 8 باك اوف ذا تانج، نهايه اللسان. هذه رقم 8 واضح زين. هسه عرفنا المناطق، لان المناطق لازم تحفظها حفظ وتعرف شكلها وتعرف تصور شكلها زين. راح اجيب لك سؤال اقول لك وات از ذا تانج، ما هو اللسان؟ And what its part، وما هي its parts، وما هي مناطقه وما هي اجزائه. ترسم له اللسان وتحدد له 1 2 3 وتخلي له مو الا دوائر، تاشر له تاشير تقول له هذا التانج وهذه مناطقه. واضح زين. هسه هذا رسم حفظ. السؤال مالته draw the speech organs، ارسم اعضاء النطق، هذا السؤال مالته ويا التاشير. هذا راح يجيب الكيان كلهن، ومرات يجيب لك لا هو سقف الحلق، هو هذا الرسم كليته يقدر يجيب لك بس البالت، يقول لك اشرح لي البالت والمناطق مالته، تكتب المناطق مالته وتعدد اللي هي التنج اللسان، التيث هذا النواني واضحات، النيزل كيفتي هذه المنطقة، هنا هذه الفارنكس اسمها منطقة الفارنكس البلعوم، هو الفارنكس البلعوم واللارنكس الحنجرة. تبع علي، خاف تخربط بيهن، خاف تخربط ما بين الحنجرة والبلعوم. شوف هذه فارنكس، فارنكس تبدي بحرف الباء وهذا تبدا بحرف الباء بلعوم، يعني فارنس تبدا بالباء بلعوم، وهذا بيها صوت الراء وهذا بيها الحنجره صوت الراء، يعني من نشوف الراء نقول هذه حنجره، الحنجره تكون لي جوه هنا، واضح هذه الحنجره ومفهوم اي هذه هنا الحنجره زين. الفارنكس قلنا هذا وين عندنا هنا الفوكال كوردز، الفوكال كوردز هي الحبال الصوتيه، الحبال الصوتيه اكو بداخلها بداخل الحبال الصوتيه اكو تركيب نسميه جلوتس، تركيب اسمه الجلوتس. ايه هذا وينه؟ الجلوتس، جلوتس هذا وين؟ هذا رقم 9، شوف ما هي رقم 9؟ إيه هنا، اكو تركيب إيه هنا يسمونه الجلوتس، الجلوتس شنو هي؟ شنو الجلوتس؟ It is the space between the vocal cords، وهي يعني مسافة في الحبال الصوتية. In which والتي فيها the air الهواء passes freely، والتي من خلالها يمر الهواء بحرية. إذا هي فتحة صغيرة في الحبال الصوتية يمر الهواء من خلالها بهدوء او بحريه زين. هذا بالنسبه لسقف الحلق، العفو هذا بالنسبه للحبال الصوتيه. هسه عرفنا هذه الفوكال كوردز، هذا اللاركس عرفناها، هذا البلعوم عرفناها، عين وياي. هذه المنطقه الاولى شو اسمها؟ وياي الالفيروج، الالفيروج. ثاني منطقه الهارد بلت وياي، شوف وياي هنا، شوف هذا الهارد بلت، هذا وين؟ شوف هذا الهارد بلت، وهنا قلنا شنو السوفت بالت، وهنا قلنا الالفر ريدج زين. هسه راح نجي على شغله جدا مهمه، هذا الشرح طبعا جدا جدا مهم، تبع علي. هنا اكو شيء مهم من التعاريف في الالفر ريدج، سقف الحلق. طبعا مو كل الجامعات يردونهن، بس اغلب الجامعات يردونهن، فانت اذا تحفظهن طبعا انت تحتاج بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه وحتى بالتخرج، حتى بالماجستير تحتاج، فاذا تحفظ منها سوى الله يفيد انك زين. الالفر ريدج ات از ذا رف سيرفيس، وهو سطح خشن، ذات كان بي فيلت، والتي يمكن ان تشعر به، وذا تيب اوف ذا تانج بمقدمه اللسان، جاست بيهايند ذا ابر تيث، فقط يكون بقرب الاسنان العليا زين. خلينا نشوف هذا الكلام صحيح. احنا قلنا الالفر ريدج اي هذا وينه؟ هذا الالفرج، هذه الالفرج قلنا ايش بيها؟ بيها انه تعريف مالته وهي سطح خشن، صح سطح خشن هذا وينه؟ ايش بي قلنا بالتعريف هنا؟ يمكن ان تشعر به، والله جرب لسانك تقدر تشعر به؟ اي والله انا جربت اقدر اشعر به،
ويكون بقرب الأسنان. صحيح، إيه هذا وين بقرب الأسنان؟ هذا تعريف شنو الألفر ريدج. زين، ثاني تعريف عندنا الهارت بالت. الهارت بالت it is a bony structure وهو تركيب عظمي at the front part of the roof of the mouth في الجزء الأمامي من سقف الحلق. إذا الهارت بالت شوف إيه هذا وين أقول لك جزء إيه هنا يكون سقف الحلق، يعني يكون بالوسط. تقدر تقول it is between، إنه يكون between the alveolar ridge and soft bullet. هنا قلنا soft bullet وهذا قلنا alveolar ridge. هنا هذا alveolar ridge وهذا هنا soft bullet. الhard bullet يكون بيناتهم، الموقع مالته بيناتهم. واضح؟ هذا راح نحتاجه حتى ننطق بعض الأصوات، جدا جدا مهم لازم نعرفه. خوش هالشيء. وثالثا إيش عندنا؟ ثالثا هنا هذا تعريف. ثالثا عندنا soft bullet أو يسموه volume. This it is the soft area وهي مساحة ناعمة أو خفيفة at the back of the roof of the mouth في نهاية سقف الحلق. زين، هو شنو سقف الحلق؟ هو سقف الحلق إيه هذه كلها يسمونها البالت، هي نفسها البالت، هي نفسها سقف الحلق. يعني يقول لك هسه يعني شنو يقصده؟ يقول لك السافت بالت هي المنطقة النهائية في السقف الحلق. هي المنطقة النهائية صح، وهي المساحة التي تكون المنطقة التي تكون في نهاية سقف الحلق. هذا وين سقف الحلق؟ وهي تكون هنا نهايتها. واضح؟ وهذه قلنا الهارد بلت تكون بين بين الـ بين السوفت بلت وبين الالفير روج. وهنا عندنا اليوفيولا. اليوفيولا هذه وينها تعريفها؟ It is the end of the soft part، وهي نهاية سقف الحلق، وهي نهاية السوفت بلت. زين، احنا قلنا شنو السوفت بلت؟ هذا وين السوفت بلت؟ وقلنا هي هذه وينها نهاية؟ It is the end of the soft part، وهي نهاية سقف الحلق. مفهوم؟ هذه انتهت. راح نجي على زين. سؤال، انا ليش مخلي هذه الخط؟ هذا الخط شنو فائدته اخوان؟ هذا الخط مسوي لك اياه حتى اقول لك اول قراءه تقراها تحفظ هذين خمس تعاريف. هذين الخمس تعاريف تحفظ اياهن اول تحضير لك. يعني انت مو تريد تقرا، لازم تقسم الماده مالتك. اذا تريد تقراها كلها والله ما تقدر. فاني راح اقسم لكم اياها تقسيم خمس تعاريف واصوات. خمس تعاريف واصوات، يعني اليوم هسه انت اول ماده راح تقراها تروح هنا تقرا، اقرا خمس تعاريف بس، خمس تعاريف وهذا الرسم. واضح؟ زين، هذا خمس تعاريف وهذا الرسم، وهذا هنا هذا الكلام بس راح اشرح لك اياه شرح، يعني انت تفهمه اوكي، الكلام الك وتقراه مو يعني تقراه يفيدك جدا، يفيدك بس بالامتحانات، هسه ما راح تفهمه بشكل قوي، تعرف ليش؟ لان لازم تحفظ التعاريف يلا تفهمها هذه، مفهوم؟ هسه راح اشرح لك هذا ان شاء الله، يعني اعذروني الفيديو شويه راح يطول. بس صدقوني حيل راح تستفادون، وما اقدر اسوي لكم اياه فيديو هين. ليش؟ لان اذا سويتن فيديو هين راح يصير عندك تقطيع. واضح؟ فهذا يعني جدا مهم لازم اكملهن بهذا الفيديو. اذا اول تحضير لك انت، اول قرايه لك تريد تقرا، تحفظ ذني اول خمس تعاريف. واضح؟ احفظ ذني اول خمس تعاريف، ذني هاي 1 2 3 4 5، واحفظ الرسم واحفظ هذا الكلام، افهمه فهم، والحفظ مو هسه عادي. زين، هسه هذه واضحه. هنا عندنا اكو شغله هنا يقول لك tip of the tongue، مقدمه اللسان. It is the part right، وهي الجزء اليمين من المنطقه الاماميه للبليد. احنا قلنا البليد وين؟ شوف ايه هذا البليد، مو هذا وين البليد؟ احنا العفو، البليد رقم 6، مو هذا رقم 6. شوف يقول لك هو الجزء الامامي، الاماميه المنطقه اليمين هنا. اشوف هي هذا وين قال لك هذا التب، هذا موقعه، هذني يجي فراغات. ايه هذني، شوف ايه هذا يجي فراغ. مفهوم؟ هذا يجي فراغ. واضح؟ هذا يجي فراغ. اذا هسه انت اول تحضير عندك شنو؟ تقرا لي الرسم وهذين التعاريف خمسه، ذن التعاريف خمسه. واضح؟ وهذا الكلام اللي هسه راح اشرحه. فطبعا اللي حافظ الرسم ما يحتاج يحفظ هذا الرسم، هو عادي، هو رسم واحد، فما يحتاج انت تحفظ هناك وهنا، هو نفسه ترى تقرا هناك او تقرا هنا، كل فرق ماكو. فاللي حافظ هذا التعريف اصلا ما يقرا، تمام؟ اما اللي ما حافظه لا، لازم يحفظه، تمام؟ اذا انا احكي للطلاب اللي حافظينه، يعني اللي حافظ انت واجبك انه تحفظ ذن الخمس تعريف، 1 2 3 4 5، هذني اول خمس تعريف لحد هذا الخط.
هذين اول خمس تعاريف اريدك من عندك تقراهن، تمام؟ وهذا الشرح خلي نفهم هسه انا وياكم ان شاء الله. زين. الفوكال كوردز الحبال الصوتية. The air released ينطلق الهواء by the lynx من الرئتين. Comes up يأتي through the wind pipe من خلال القصب الهوائية. من خلال القصب الهوائية. And arrives ويصل from the larynx من larynx من الحنجرة. هنا الحنجرة larynx. The larynx contains الحنجرة تحتوي two small bands of elastic تحتوي الحنجرة على شريطين اثنين elastic tissue شريطين اثنين عفوا شريطين اسفنجيين اثنين. إذن منطقة يعني هي تحتوي على شريطين اسفنجيين اثنين مرنين يكون مرنين وش كان بيثاوت والتي يمكن انه تعتقد over two flat strips of rubber والتي يعني شلون تكون شرائط مسطحة من المطاط شلون مطاطة تكون يعني واضح اشرطة مطاطة زين laying the opposite each other across the air passage يعني هذول هذه الاشرطه هذه الاشرطه الشريطين يكونين واحد يقابل الثاني each other يقابل opposite each other يعني واحد يقابل الثاني واحد قدام الثاني across the air passage ومن خلالهم راح يمر الهواء راح يمر راح تكون فتره الهواء مرور الهواء فتره مرور الهواء من خلال هذه الشريطين المطاطيين these are called vocal cords هذه تسمى vocal cords هو هذا الفوكال كورس واضح اذا تعريف الفوكال كورس منا تو سمول باندز لحد هنا هذا تعريف الفوكال كورس واضح هذا تعريف الفوكال كورس بيجيك تعريفه زين هنا ذا انر ارت اوف ذا فوكال كورس كان بي موفد تو اوورد اند اذر ذاتس تو ميت اوف ذا وايند هذا اللي هنا مو مهم هذا الكلام المهم اللي هنا طبعا هذا الكلام تحتاجه جدا تحتاجه هذا الكلام جدا مهم يعني انت مو ضروره تقرا هسه عادي ماكو مشكله يعني انا قلت لكم هسه انت واجبك انت واجبك وتريد اللي تريد تقرا لازم تحفظ اذن الخمس تعاريف والرسم اذا ما قاري اما اذا قال رسم بس انا اخذت وقت جدا طويل حتى اشرحه والله على مود فهمكم والله يشهد الله علي وانتم هسه ما محلفيني اني والله قاعد من الصبح لحد الان الساعه هسه بحدود السبعة بس اكتب بهذه المعزمة اليوم كملته والله تعبت بها جدا لذلك اتمنى تقدرون تعبي وتقرون اتمنى تمام زين هذه ان شاء الله اللي اريده من عندكم بعون الله سبحانه وتعالى تقرونه وتركزون علي زين